يعني أرجو أن تسمح لي أخ أويس أنه أصف كلام الأخ البرهان بالاستهبال السياسي الكباشي. الكباشي ده استهبال. يعني ترسيم الحدود ده ما مبادرة إماراتية، ده مطلب سوداني. كل من تحدث عن الحرب بين أثيوبيا والسودان، السودان كان يقول كلام واضح، ولما أطلق العمليات العسكرية السودان كان يقول أنه هو متحرك داخل أراضيه لترسيم الحدود، بين لوضع علامات الحدود. هذا لا يحتاج لمبادرة. الواضح انه البرهان يخفي جسد المبادره ويريد ان يتحدث عن وجهها فقط. دي ما المبادره الاماراتيه، المبادره الاماراتيه بتتكلم عن استئجار هذه الارض. وللاسف انا بقول لك الكلام ده ما اعلن بشكل رسمي. احنا سمعنا انه مجلس الشركاء تحفظ على المبادره، الان هو بيقول احنا قبلنا المبادره الاماراتيه في اطار وضع علامات الحدود، وده ما صحيح. وضع علامات الحدود ده ما المبادره الاماراتيه. ما نسمع عنه وما يدور في الفضاء العام انه المبادره الامارات طرحت ان تستاجر هذه الارض وان تترك فيها الزراع الاثيوبيين، وان تحمى هذه المساحه بقوات اثيوبيه حتى لا يتم تدخل الزراع المزارعين السودانيين. هذه هي المبادره الاماراتيه التي خرجت الى الفضاء العام. الان البرهان يتحدث عن انهم قبلانين بالمبادره الاماراتيه في 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 مساله ترسيم وضع علامات الحدود، لانه هو ترسيم الحدود ده اصلا منتهي. ترسيم الحدود بين السودان واثيوبيا، ونحن الكلام ده قلنا قبل كده، منتهي. البرهان نفسه اعلن انه حيظل حتظل العمليات العسكريه الى ان توضع العلامات على الحدود. دي ما دايره مبادره اماراتيه. فما الذي يخفيه الاخ البرهان، وما الذي يخفيه مجلس السياده، وما الذي تخفيه اجهزه الحكم الانتقالي؟ واضح انه التسريبات دي قويه جدا، وواضح انه الحكومه ما قدرت تعلن عنها بوضوح، ولا قادره تنفيها ايضا تنفيها بوضوح، لانه واضح انه حجم الخزي في هذه المبادره إن قبلت بها الحكومة السودانية فهي ستضع القيادة العسكرية أولا في مواجهة أمام ضباط قوات الشعب المسلحة، قبل أن تضعهم في مواجهة مع الأهالي في منطقة الفشقة. فمن الأفضل للبرهان، ومن الأفضل للكباشي، ومن الأفضل للمتحدثين باسم أجهزة الحكم الانتقالي أن يكونوا واضحين ما هي المبادرة الإماراتية، وما هي خبايا هذه المبادرة الإماراتية، وما هو سقفها، وما هي حدودها، وما هو الموقف تجاه هذه المبادرة. يعني ما بتكفي تجي تقول والله احنا قبلنا المبادرة الإماراتية في إطار وضع العلامات على الحدود، هذا غير صحيح طبعا.